mesdames et messieurs, le manager de Jazel, en 2022, c'est-à-dire en 2022, déjà on va... مشروع مهم جدا انطلقنا فيه في هذه العملية، وراح يتوسع هذا المشروع ليشمل المعامل الحديد والصلب الموجودة في الجزائر، وهي معمل كذلك توشيالي في وهران ومعمل أكياس في بلارة، باش الجزائر يعني بالمواد تاعنا الأولية من خامات الحديد أن نوفر المواد الأولية كلها لكل المصانع الحديد والصلب اللي موجودة في الجزائر. ما يخفاش عليكم الآن رانا نستورد حوالي مليار دولار من مواد الأولية لهذه المصانع. الاستثمار المباشر الآن اللي راح يجيبوه لي دو بارتنير هو 175 مليون دولار. يحتضن اليوم مرحلة مهمة من مراحل تشكيل استراتيجية وزارة الطاقة والمناجم لتثمين الموارد المنجمية والسعي لتوفير المواد الأولية المنجمية محليا، وهذا للقضاء التدريجي على استيراد المواد الأولية والسماح للصناعات التحويلية بالحصول على الموارد الأولية المنجمية محليا. مذكرة تفاهم بين مجمع مناجم الجزائر منال وشركة أزمرت الجزائر التركية، والتي تتضمن في بادئ الأمر إجراءات تجارية متمثلة في عقد بيع خامات الحديد لمنجمي ونزة وبوخضرة بولاية تبسة، ثم تمتد إلى مرحلة ثانية إلى إنشاء منشآت صناعية من أجل استخراج كميات كبيرة من خامات الحديد والقيام بتخصيبها للحصول على منتجات أولية وأخرى محولة ذات قيمة تجارية إضافية كبيرة.